لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. دبونا نزعج تفش ملات منكم ومن روتينكم الممل هذا، كل يوم تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، خلاص يا اخي جبتولي الطقق يا ابن حلت. جيت ام مخنا انت، هاد لا يطق فيك عرق يا ابو روق. صرنا كخة يا بقيرة. لا ما انتو كخة. يخسى عليك يا بابا صنفور، ما انتو كخة اكة وبقية في الدكة، بس قصدي لما تيجوا عندنا جدة عروس البحر الاحمر اكلكم سيفود، استكوزا جمبري محار، يعني اشكل لكم اكلات واكلكم الاكله الافريقيه الشهيره بما تسمى بالسيريه. ايه سلامات، بتذلنا بالسيريه حقك؟ ايه وبذلك، لانه اكله الاباء والاجداد العريقه. وبعدين بالله سالت نفسك يوم متى اخر مره عزمت انا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه وعدعد كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت مع حاشي، فين نجيب له يا ابن حلال؟ اتركه فاضي الا حنا علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جوكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف تمام اقرب، خلنا نشوف جوه. اقرب يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء، يلا يلا جايينك. اتفضل جوه مجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خل عدا وشي مذا السبق تفلح وجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش، اليوم في زواج ساعد النشانيش الله يوفقه ويبني بيته، وهذول الحضور سيكون بالخير تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانا قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، وهذا طباخنا علي ناجي. ها كيف الطبخ مالك؟ ان شاء الله لطبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي أشوف الحاشي على الطبيعة. أمنيتي بسيطة، أكل من الحاشي ولو لقمة واحدة. خلونا نروح الزواج الزواج. وهو مهبول أنت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس ودك في الصدور، خلونا نروح الزواج هذا يا أخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل كرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يلا خلونا نروح وندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك. والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابه عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجهكم ما قصرتم. تفضل تفضل حياك. هذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون ترى. قول لك لا ترتبك ولا تربكنا معاك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ صص شوف في مجموعه جايه منا، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا مبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانية، إن كانها كثيرة تستاهلونها، وإن كانها قليلة كملها المحبة والخوة اللي بيننا. سلامتكم هذه العانية. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا ما قصرتوا، حياكم الله تفضلوا. أبوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. أنا أقول يا عامر الانسحاب طيب، أنا بديت أرتبك. والله والله من قنسل ماكل حاشي يعني ماكل حاشي. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيقي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه، وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم،
انت تعبان وبحاجة الراحة. بالاذن يا عم. ما عليك يا ابوي، كلمه وقدم اعتذارك. يا عيال انتم مبطين انا، ولكم سنين ما شفتوه. ابدا ابدا، ما حنا بتاركينك. واذا على ابو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. ولا نشك نشك نشك. يا الربع، يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انها ما يقدر يجي. جيت واعكة صحية ورقدوه في المستشفى. ادعوا له بشرة. نشنش. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. يا الربع، الشيخ عويج اتصل ويعتذر، يقول انها خير يا شباب. سم لكم نص ساعة واقف المواقف، وش علمكم؟ حن عيال الشيخ عويج وجايين مبارك بالنيابة عن الوالد. يا مرحبا يا مرحبا، ببلغ عمي ابو محسن واجيكم، خلكم هنا. يا كذاب، بس والله زبطت المزابيل، شكله فيها حاش الليلة. انتم اهجدوا ها، خلكم معي. يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي دفونا عزيزين. يا عم ابو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابة عن ابوهم. يا هلا ومرحبا. يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا يلا خلنا نستقبلهم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حن عيال الشيخ عويج جايين مبارك ونشارك، ومعاناتكم 200,000 ريال من الوالد. الوالد طالبني احولها عليكم، تصلكم بكره او بعد بكره على حسب الدوامات. وان كانها كثيره فانتم تستاهلونها، وان كانها قليله فالغلا يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وانتم وابوكم وعلمكم غانم. ابرك ساعة يا الربع، الله يحييكم. وقلطوا وقلطوا يا حلا يا حلا يا حلا يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. انت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد. خبرك من اول دب وعليك شنبات هاي الخبر. سويت تكميم وخف وزني ونحت الشنب. هذول اخواني طال عمرك. ما شاء الله. وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي اخواني من ابوي، يعني ابوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. اقول لك هذا سالم. الله الله، انا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفحل الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون. لو تشوف بناته ذهب، ذهب انتاجه. اسمع، انا ودي امسك الرجال وهرجه، فرصه انه جاء عندي نياق زينه مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نوديه البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بانتاج نبيع بناته بكره على ملايين. والله حتى انا وانا اخوك والله كان ودي اهرجه في موضوع مبطي. وانت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. ايه اعرف اعرف. الله يرحم حاله، عليه ايقاف خدمات وعليه ديون وحاله رديه. لا حول. ومتسلف من ولد الشيخ 70,000. 70,000 من سالم؟ الله الله، ودنا ان كان قدر ينزل منها، ولا عاد شكوى لله. لا والله الا هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه اجر ان شاء الله. اقلطوا اقلطوا، الله يحييكم. اقلطوا اقلطوا، حياكم الله. يلا يا سالم انت واخوانك، اقلطوا حياكم الله.
والليلة سنبلة كي يكون مكانك هذا من فين أبدأ آكله؟ من شواكله ولا من كراعينه ولا من فين أبدأ يا رب؟ سلامات وراك أنت قلبت أركد أركد ها؟ يلا أطفح وجنك بضبطت كل ما ضبطت ضبطتني يا عيال ذا يبغانا ناكل منه 3 أيام ما يخلص وهذا الحاشي كامل فين الكلاوي؟ جو 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 اجلس لا تضحون اجلسوا أنا قاعد قدام دفاية أنت اجلس اجلس والله ما برك منها يوم حضروا عيال الشيخ عويج سالم وإخوانه عقب اعتذر والدكم مريض الله يشفيه إن شاء الله الله يشفي الشيخ الله والنعم فيهم والله بركة ساعات الله يحييك الله يحييك وتستاهلون من يقطع لكم الحاشي بالسيف دقيقة دقيقة يا الشبان أديني السيف أديني أديني السيف أنا بقطع الحاشي بطريقتي ناكل نصه والنص الثاني يشيله معي خد مكة خد مكة فيه هناك فقراء المحتاجين فهمت كيف؟ نأكل البائس الفقير أنا أعرف زكريا وأصحابي الزملاء في مكة لأني راجع كدان عرفت كيف؟ أنت كل مالك صلاة كل كله والباقي أنا أتصرف تمو 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 سالم ها من سالم أنت سالم يا ابن حلال إيه صح صح أنا سالم طال عمرك نبيك في هرجة راسنا واللحية الغانم هذا أنا هي أنت يا ابن حلال خير إن شاء الله خير إن شاء الله لمنك جيت معنا برا علمناك طب عاد ياخذ من إخواني لا لا لا, 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 لا. جحدتوني ابن الحلال حنا نبي راسك أنت ما لنا لزوم في غيرك الحقنا برا عجل الله يعافيك لا تأخر علينا طيب طيب أبشر أبشر بجي إذا تأخرت عليكم تبقوا على الشرطة أوكي سالم وأنا أبوك سالم يبا جيب جوالك وشغل على السناب خلنا بنشوف حملة النشانيش والله نودد إن رحت لهم أبشر بي الغالي لكن لعل الجوال شبكته في الشاحن يشحن فضت بطاريته أول ما يشتغل أفتح لك السنابات وشوف وانبسط واستأنس العلم سلامتك طال عمرك ذكرنا عندكم بعير طيب فحل اسمه فرسان وانتاجه طيب أسلم وش اللي بخاطرك؟ اللي بخاطري طال عمرك طمعانين فيكم طال عمرك أنا شاري لي نياق وبيكم تسمحون لي أجيب نياقي وحطها في شبك عند البعير فرسان لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني منه بنتاج زين وبيع ولا تجيبها ولا شيء البعير ضرسان جاك هدية ما وراها جزية تستاهل ضرسان هدية شد بالله انك ولد شيخ يعطي البل انا والله اني منحرج لكن والله لا تحلف كلمتي ما غيرها البعير جاك يا رجل ولد شيخ هذا طال عمرك ابوه يعطي البل والله نعم والله نعم طال عمرك انا بعد تكفى تكفى طلبتك ولا تردني حبد أبد قل وش تبي طال عمرك تخبر ولد عمي ناصر الضعيف عليه إيقاف خدمات وحاله يرثى لها وذاك الحين متسلف منك 70,000 ودنا الجمالة تكفى أبد مسموح ولا أبي منكم شيء وإن كانكم تبون زود أبشر بعزكم بس الدعوة تحويل تصلكم بكرة أو بعد بكرة يا رجل الرجال هذا شو نسوي به الرجال هذا طيب وغمرنا بطيبه أبيض وجه أبيض وجه ولد الشيخ أبوه يعطي البن شد بالله عنك أبيض وجه كافو غمرتنا بمعارفك غمرتنا بمعارفك بيض الله وجهك بيض الله وجهك أنا مشهور ضيفني عندك في سناب عشان أضيفك وتنشر لي وانشر لك يصير خير شكرا فضحنا دربد 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 يا الربع يا الربع استاذنكم بس في كلمة من لا يشكر الناس لا يشكر الله الرجال هذا أشهد بالله إنه معرب الخوال ومعرب الجدين وهو صادق أنا ترى معرب الخوال ومعرب الجدين يا الربع هذا سالم ولد الشيخ عويج طال عمرك اللي يعطي البل مسكناه أول وقلنا له تكفى يا سالم البعير ضرسان عندكم بعير طيب وأنا شاري لي نياق والحين بجيب نياقي عندك لبي البعير قال له وش هو لا تجيب النياق قال أخذ البعير كله وده لنياقك بيض الله وجهه عز الله أنه كفو طب شويش بس صوتك حاجة. أبشر يوم جيت أحيى الربع قلت له ولد عمي مديون لك 70,000 هو اللي يطرحها كلها
بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. وحده وحده وحده. يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى. خلوها. شرفونا يا هلا يا مرحبا، وعويد شرفونا يا هلا يا مرحبا، وعويد شرفونا يا هلا يا مرحبا، يا هلا يا مرحبا. أنا أقول نستغل الفرصة ما دام مشغولين بالمحاور منحاش. مقبول أنت، أقسم بالله جوهم البطل، أنا بروح أتحداهم الحين. يلا يا شباب، انا لميت الحاج الباقي في السياره، ناكل الين ما نتعب. يلا شردنا. اقول اشرد لحالك، انا بمشي. تعال وين رايح؟ بروح اطلب قسط. يا فقي اقول لك خليه يمشي احسن. اقول امشوا معي رخوم بس. خلوها. انا عامر. اي صح، انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. جايين نبارك ونشارك ومعاناتكم في زواجكم 200,000 ريال. وجيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول. ابو سالم وش جابك؟ وش جابني؟ هالرجال ذا سلوب، لا عارفه ولا يعرفني ولا هم بعيالي. اجلدوهم اجلدوهم، امسكوهم اجلدوهم. انا عامر، انا القادح، وجيت الملعب اتحداكم. خلوها.